وجه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بإلزامية إجراء الفحص الطبي لجميع اللاعبين والحكام والطواقم الفنية قبل وبعد جميع الدوريات الكروية الوطنية. ودعا سموه الأندية إلى التواصل مع الهيئة العامة للرياضة للتنسيق لإجراء الفحوصات في عيادة فحص القلب الرياضي لضمان تثبيت أسماء الرياضيين في كشوفات المشاركة في الدوريات والأنشطة الرياضية الأخرى. وقال سموه إن الاهتمام والعناية بصحة ولياقة ممارسي الرياضة عنصر جوهري يتكامل مع برنامج واستراتيجيات القطاع الرياضي في مملكة البحرين. ولدى لقاء سموه في مكتبه بقصر الوادي مع القائمين على عيادة فحص القلب الرياضي بحضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن عسكر والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري وأعضاء فريق العمل. اطلع سموه على عرض حول البرنامج الوطني للفحص الدوري الإلزامي للاعبين. وأشار سمو إلى أن هذا البرنامج ينسجم مع توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للاعتناء بصحة الرياضيين، مثنيا سموه على ما تضمنه العرض من تفاصيل حول الفئات المستهدفة وأهمية الفحوصات ومتطلبات البرنامج. وأشاد سموه بالجهد المبذول في وضع البرنامج من قبل القائمين على عيادة فحص القلب الرياضي، متمنيا لهم النجاح في تطبيق البرنامج الذي يستهدف التعرف على أي مشاكل صحية أو أمراض كامنة وحماية اللاعبين من أي مضاعفات. من جانبهم أعرب القائمون على عيادة فحص القلب الرياضي عن شكرهم وتقديرهم على ما أبداه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من دعم ومتابعة للعمل الذي تم إنجازه في البرنامج الوطني للفحص الدوري الإلزامي للاعبين، متطلعين لأن يحقق البرنامج الأهداف المرجوة للحفاظ على صحة ولياقة الرياضيين.